السلام عليكم من جديد. اليوم جبت لكم حلى اللوتس، حلى مرة لذيذ وبارد ومرة رهيب. ولا تنسوا تقدموه مع القهوة العربي أو القهوة التركي زي ما تحبوا. طبعا أنا أفضل القهوة العربي. ولا تنسى الاشتراك إذا كنت أول مرة تشوف الفيديو. يلا نبدأ. أول حاجة تطحنوا بسكوت اللوتس حسب الصينية اللي معاكم والكمية الكافية. بعد كده تضيفوا 3 من اللوتس القابل للدهن، حطيت لكم صورته عشان يكون واضح قدامكم. بعد كده تخربطوه مع بعض هو البسكوت وتطبطبوه في الصينية. أنا استخدمت أصغر صينية. لا تحطوه على جنب. بعد كده في زبدية تضيفوا 1 علبة قشطة وتضيفوا من اللوتس اللي قابل للدهن. أضفت هنا ملعقتين 3 ملاعق عشان يكون واضح قدامكم. بعد كده تخلطوها بهذا الشكل لغاية ما تصير كلها لون واحد. طبعا هنا حاولت اني اسرع الفيديو علشان تشوفوها بشكل واضح. حقيقي مرة لذيذة، جربوها، سهلة وما تاخذ من وقتكم شيء. صارت جاهزة، صرنا القوام اللي نبغاه. بعد كده أضفناه على البسكوت اللي عملناه في الأول، نفرده بشكل متساوي عشان المنظر والشكل مرة حلو. حتى لو رايحين مكان هتاخدوا حلاكم معاكم، سهل وبسيط في دقايق يصير. بعد كده برضو من البسكوت نفسه حق اللوتس طحنته وأضفته كده ديكور من فوق عشان الشكل النهائي. حبيت أضيف 1 من اللوتس عشان تعرفوا إنه هذا حل اللوتس. بعد كده تغطوه تحطوه في الثلاجة، يعني حقت ساعة أو نص ساعة أو أقل حسب برودة الثلاجة عندكم. بعد ما بردت أهو صارت جاهزة، قلت أقطعها قدامكم عشان تكون واضحة. شوفوا منظرها كيف بيشهي صراحة. مرة رهيبة، ممتازة، جربتها، أديها 10 من 10. بس طبعا لازم القهوة معاها علشان تكسر الحالة. الصغار والكبار حيحبوها، حقيقي لذيذة. جربوها واكتبوا لي في التعليقات ولا تنسوا دعمكم. باي باي.